تسأل وتقول: أنا فتاة أبلغ 30 من عمري من عائلة مسلمة، كنت دوما محافظة على صلاتي وصيامي وراضية بقضاء ربي، وشاءت إرادة الله أن أصبت بمرض وصداع في رأسي فأدى بي إلى عدم النهوض من فراشي لفترة، وتركت الصلاة دون قصد. إنني وما زلت لا أستطيع الصلاة لعدم القدرة للمحافظة على طهارة جسمي، ولا أستطيع الاستحمام، وبسبب ذلك تركت الصلاة خوفا من أن أكون غير طاهرة للصلاة. أرجو أن توجهوني ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا غلط كبير، لا يجوز للمريض ولا لأي مسلم أن يترك الصلاة لأي سبب من الأسباب، ولكنه يصلي على حسب حاله ومقدرته. فالمريض يصلي قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع صلى على جنب، فإن لم يستطع صلى مستلقيا وانزله إلى القبلة، ويومئ بركوعه وسجوده ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. والطهارة بالماء إذا كان يستطيع أن يتطهر بالماء وجب عليه ذلك، فإن لم يستطع فإنه يتيمم بالتراب الطهور. قال سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالمريض يتيمم، الذي لا يستطيع الوضوء يتيمم بالتراب، كالعادم للماء يتيمم بالتراب من الحدثين الأكبر والأصغر، ويصلي والحمد لله.